أهلا بكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم تتابعوننا عبر شاشة تلفزيون فلسطين في حلقة جديدة من برنامجكم دائرة الحدث كما تعودتم دائما أن نحلل ونناقش أبرز المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية والعربية كما الإقليمية والدولية أيضا سنحاول إدراجها في حلقة اليوم ورحب أيضا بضيفي في الاستوديو لهذا اليوم الأستاذ فايز عباس الكاتب والمحلل السياسي تحياتي أستاذ فايز أهلا بك ستفايز كالعاده نبدا بجوله العناوين ثم نعود سريعا لنبدا حلقه النقاش العناوين ستراها ناريه او تندر بحروب قريبه خصوصا ايضا ما قاله هنري كيسنجر مؤخرا هذا سيكون محور الحديث ننتقل. نبدأ هذه الجولة بقراءة لأهم عناوين الصحف المحلية ومن القدس نقرأ إسرائيل تقرر إبعاد الأسير سامر البرق بموافقته إلى مصر واعتقال مدير المسجد الأقصى الشيخ بكيرات ومدير عام أوقاف القدس يطالب بالإفراج عنه فورا إلى جريدة الأيام التي عنونت سيناء تتفجر مجددا مقتل جندي وإصابة ستة في صدامات بين قوات الأمن ومسلحين متشددين نقرأ أيضا وفد من حماس برئاسة مشعل ويضم هنية يبدأ اليوم زي للقاهرة. نبقى بالصحف المحلية ومع الحياة الجديدة، القيادة تؤكد دعمها لموقف الرئيس بالتوجه للأمم المتحدة لنيل العضوية. وعلى ذات الصحيفة فياض يحمل إسرائيل المسؤولية عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام. إلى أهم الصحف الصادرة في الدول العربية نبدأها بالدستور الأردنية الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي ويفرض حصاراً على الضفة والقدس. أما جريدة الغد فكتبت نتنياهو يهاجم سياسة أوباما في الإعلام الأمريكي. إلى النهار التي نقلت عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيران على بعد سبعة أشهر من سلاح نووي وواشنطن ترد لا يزال ثمة متسع من الوقت أما الوطن السورية فكتبت إيران تهدد بضرب مضيق هرمز والقواعد الأمريكية وإسرائيل إذا تعرضت لهجوم صحيفة الأهرام عنونت لأول مرة شركة العالي الإسرائيلية للطيران توقف رحلاتها للقاهرة إلى الصحف العربية الصادرة في لندن في الشرق الأوسط كتبت عن إسرائيل حذرنا من التطرف في العالم العربي لكنه فضل دفن راسه في الرمال. اما القدس العربي وثيقه رسميه اسرائيليه اعدها مجلس الامن القومي بإعاز من نتنياهو تقول لا سلام مع الفلسطينيين من دون اعترافهم بحقوق اللاجئين اليهود من الدول العربيه وتعويضهم ماليا. نصل الى اهم عناوين الصحف الاسرائيليه ومن صحيفه يدعوت احرنوتي نبدا سفيره الولايات المتحده في الامم المتحده الهجوم على القنصليه الامريكيه في بنغازي كان عفويا احتجاجا على الفيلم المسيء. أما صحيفة معرف فكتبت: اشتداد حدة المواجهة بين رئيس الوزراء نتنياهو والرئيس الأمريكي، فأوباما يقول لن أضع خطوطا حمراء أمام إيران، ونتنياهو يرد هذا الإعلان يزيد من احتمال نشوب حرب. أخيرا من صحيفة هارت الغموض لا يزال يكتنف بعض تفاصيل مجزرة صبرا وشاتيلا وأجزاء من تقرير لجنة التحقيق لا تزال طي الكتمان. نختم جولتنا بأهم ما جاء بالصحف الأجنبية نبدأها من واشنطن بوست الأمريكية البعثات الدبلوماسية الامريكية لا تزال مهددة في العالم الاسلامي اما نيويورك تايمز فكتبت الاحداث الحالية في الشرق الاوسط و... سبب عدم تدخل الولايات المتحدة في سوريا حتى الآن الجارديان البريطانية عنونت مجموعة متطرفة ألمانية معادية للإسلام تقول أنها تريد نشر الفيلم الأخير الذي أثار موجة احتجاجات وعنف في شتى أنحاء العالم أخيرا من صحيفة أكشام التركية كندا تغلق ثلاث سفرات لها في مصر والسودان وليبيا بشكل مؤقت تخوفا من وقوع أحداث شغب أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام وإياكم نبدأ حلقة النقاش مع الأستاذ فايز عباس أستاذ فايز أولاً بعد هذه الجملة من العناوين يعني عنوان رئيسي مواجهة بين نتنياهو وأوباما حول وضع خطوط حمر لإيران، رفض أوباما تحذير نتنياهو ثم الحديث عن التطرف الإسلامي، إسرائيل قالت للولايات المتحدة أو حذرت قالت حذرناكم وأنتم فضلتم دفن رأسكم في الرمال، هذه الأحداث جميعها ومجتمعه معا. ايضا تصريحات ايران المؤخره حول مضيق هرمز والقواعد الامريكيه. هل تعتقد بان ما كنا منذ فتره نقول بانه لن يحدث بان تقدم اسرائيل على ضرب ايران او ان تتعاون معها الولايات المتحده او ان تقوم بذلك احاديه الجانب او حتى ان تبدا ايران بالمساله والى اخره، هل الان وارد؟ يعني أنا دائما كنت أدعي أو أقول أن إسرائيل ستضرب, ستضرب إيران، ولكن الضربة هي تتأجل فقط، وليس قضية إلغاء هذا القرار الإسرائيلي بضرب إيران. م. كل الفترة اللي كان في هناك جنود أمريكيين في العراق، هني كانوا عبارة عن رهائن لإيران، م. وعندما خرج الجيش الأمريكي من العراق، بدأت إسرائيل تعد العدة بشكل جدي أكثر لضرب إيران وأعتقد أن إسرائيل اليوم هي ليست بحاجة إلى موافقة الولايات المتحدة لأن إسرائيل الرسمية أبلغت الإدارة الأمريكية بأنها لن تبلغ الإدارة الأمريكية متى ستقوم بضرب توجيه الضربة العسكرية للمفاعل النووية الإيرانية لذلك اعتقد ان المساله اليوم وهناك تصور بان هناك خلافات قويه بين الاداره الامريكيه برئاسه اوباما وحكومه اسرائيل برئاسه نتنياهو حول الملف الايراني، م. الخلاف هو ليس على المبدا. على التوقيت. انما على التوقيت، طبعا اوباما لا يريد توجيه ضربه عسكريه لايران قبل شهر او شهرين قبل الانتخابات لان ذلك سيكلف. لربما كان سيكلف الأمر أن يخسر الرئاسة للفترة الثانية لأن ضرب إيران اليوم من قبل إسرائيل طبعا مدعومة أو غير مدعومة إذا كانت مدعومة فعليا من الولايات المتحدة وحتى إن كانت غير مدعومة فإن إيران ستتهم الولايات المتحدة بأنها تقف على جانب إسرائيل وتدعم إسرائيل في هذه الضروة لذلك ستقوم بضرب المصالح الأمريكية في الخليج. يعني بكل الاحوال لأن... بكل الاحوال استاذ فيز هل تستطيع الولايات المتحده ان تتخلى عن اسرائيل ضمن الاتفاقيات المبرمه بين الطرفين الجانبان اذا ما اقدمت اسرائيل على هذه الضربه ان تقف الولايات المتحده متفرجا؟ لا لا اعتقد انها ستقف متفرجه اسرائيل نتنياهو يحاول جر اوباما الى هذه الحرب في هذه المرحله م. لكي يخسر اوباما الانتخابات ويفوز في الانتخابات ميت روماني اللي هو صديق شخصي لنتنياهو، العلاقه الشخصيه م. تلعب دور م. حتى في مثل هذه الامور الخطيره جدا والتي ستؤثر على ليس على المنطقه فقط وانما على العالم كله يعني مسألة ضرب إيران توجيه ضربة عسكرية لإيران م. معروف أن البيت الأبيض يتهم نتنياهو بشكل مباشر بأنه يقوم اليوم بـ 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 هو يقود الحملة حملة رمني ضد أوباما في الولايات المتحدة إن كان ذلك على على الهجوم المكثف الذي يقوم به هذه الأيام نتنياهو من خلال الإعلام الأمريكي ضد أوباما م. وضد رفض أوباما إعلان الخطوط الحمراء بالنسبة لإيران م. يعني إعلان أوباما لهذا الأمر لهذه الخطوط هذا يلزم أوباما بأمور كثيرة ولا يريد في هذه المرحلة الالتزام بأي شيء. بما يتعلق بإيران وضرب المصالح الأمريكية في الخليج في هذه الفترة. طيب. يعني اعتقد أننا نتنياهو اليوم يلعب لعبة قذرة جدا. هل تعتقد وهي... أن من خلالها أيضا مسألة الفيلم المسيء للإسلام بأنه يعني حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله قال بأنه إسرائيل تقف وراء. هذا الفيلم او نشره في هذا التوقيت بعض اخر قال بانه سلفيو المنطقه استغلوها ضد الاخوان وكان الامر يعني اعتبر تحد مره لمفرزات الربيع العربي او تحد مره اخرى للولايات المتحده ولكن في الحالتين قلبت الطاوله على اوباما في هذه المنطقه. أنا لا اعتقد ان هناك علاقه بين نشر الفيلم في هذه م. الفتره وبين ما يحدث بين بال بالازمه بين الولايات المتحده واسرائيل، م. الازمه المفتعله انا ما اعتقد والقضيه الايرانيه. م. انا اعتقد ان اليوم يق... نتنياهو يقوم ب... ب... بلعبه قذره جدا وهي ابتزاز الولايات المتحده. الامريكيه والاتحاد الاوروبي واوروبا م. لتاجيل قضيه لتاجيل ضرب ايران، هو يريد الابتزاز ابتزازهم ماليا م. وعسكريا اي تسليح اسرائيل بسلاح متطور اكثر امريكي في هذه المرحله، لان لان نتنياهو اليوم اعلنها وبشكل رسمي هل تريدون ان نؤجل؟ نؤجل وليس الغاء العمليه العسكريه ادفعوا وسيقوم بالدفع لان شاهدنا في الفتره الاخيره وزراء خارجيه دول الاتحاد الاوروبي صحيح مبعوثين الى اسرائيل يوميا شبه يومي كانت مم. تجري اتصالات من اجل تاجيل او وقف او مؤقتا مم. الضربه العسكريه لايران وهو يبتز العالم وبالمناسبه يعني هذا الابتزاز سيطال ايضا القضيه الفلسطينيه والشعب الفلسطيني هذا لمسناه في اخر يعني بيان رسمي من الوثيقه رسميه اسرائيليه يدرج فيها اللاجئي لاجئي اليهود من الذين مهجرين استعمال كلمه مهجرين استعمال كلمه إنهم هؤلاء لاجئي يهود في حمله قام فيها داني ايلون نائب وزير الخارجيه الاسرائيلي قبل فتره سماها حمله انا لاجئ يهودي وقال بانه سيطرح الموضوع في الامم المتحده هو بالموازاه مع الملف الفلسطيني. الفلسطيني او اللاجئين الفلسطينيين، الجديد في هذه الوثيقه انه الحديث عن تعويض ليس للاجئي اليهود الذي يقدر عددهم بين 48 سنين 48 و68 الى 800 ألف يقول بانه التعويض يجب ان يكون لدوله اسرائيل من الدول العربيه وليس للاجئي اليهود بين مزدوجين كما سماهم، والحديث عن ما يقارب 3.9 مليون مليار دولار بحسب هذه الوثيقه، ويقول انه اللاجئون اليهود قد خسروا ما قيمته 700 مليون دولار اي نحو 6 مليارات دولار وفقا للقيمه الراهنه. يقول أنه هناك مصلحة إسرائيلية في تأسيس رابط بين مأساة اللاجئين اليهود بين مزدوجين وقضية اللاجئين الفلسطينيين مشددة الوثيقة على ضرورة طرح المسألتين ككتلة واحدة في المفاوضات حول اللاجئين في إطار الحل الدائم هذا إلى جانب مسألة أنه الاعتراف بيهودية إسرائيل أو بيهودية الدولة في المفاوضات هذه قضية تداولناها في برنامج دائرات الحدث في السابق كان أكرم عطلة كتب مقالة حول هذه المسألة في صحيفة الأيام ناقشناها قال أكرم عطلة أنا ذاك أنه يجب استغلال هذا النفس الإسرائيلي في الأمم المتحدة لدعم قضية اللاجئين أنه أنتم بتقولوا عندكم لاجئين طب ما إحنا عندنا لاجئين من ذلك الوقت وما زال وزاد العدد والمسؤوليه ولم تعترف ويقول بانه يجب المقايضه او استغلال هذا الطرح الاسرائيلي للصالح الفلسطيني، هل هذا ممكن برايك؟ هذا ممكن اذا عرف المفاوض الفلسطيني او السياسي الفلسطيني كيف سيواجه هذا الطرح الاسرائيلي الجديد. م. يعني عمليا يعني هذه القضيه ليست بجديده كما قلت وهذا الامر بدا آه ليبرمان وزير الخارجيه ونائبه أيل ايلون بداوا يتحدثون عن هذا الموضوع منذ فتره م. وهم يعني علينا ان نفهم شيء واحد ان الخارجيه الاسرائيليه اليوم م. هي فشلت فشل ذريع في حياه في في دبلوماسيتها بكل ما يتعلق بالعمل الدبلوماسي الاسرائيلي في الخارج م. حتى ان اسرائيل اصبحت دوله يعني لا احد يريد الاقتراب منها من القياده السياسيه او الخارجيه، ولم يبقى ليبرمان ونائبه سوى القضيه الفلسطينيه والهجوم المو... ال... الشبه يومي على الرئيس محمود عباس وعلى السلطه الفلسطينيه، م. واليوم اخترعوا مثل هذا الطرح من اجل ان يبقوا على الخارطه السياسيه داخل اسرائيل، وانا لا اتحدث عن الخارطه السياسيه الدوليه ليبرمان ونائبه. انا بالنسبه لهذا الموضوع اعتقد ان طرح الموضوع في هذا الشكل الذي طرح وأيضا في نهاية المطاف من سيستفيد من هذا الطرح هو اللاجئ الفلسطيني م. أولا, أولاً تعريف كلمة لاجئ هو من أجبر على ترك بلاده واللجوء إلى بلد آخر م. اليهود لم يجبروا على ترك بلادهم العربية يعني م. وإنما قامت الحركة الصهيونية إن كان بالإرهاب أو بالدفع الأموال الى استقدامهم الى اسرائيل، مم. معروف قضيه يهود العراق يعني مم. عندما رفض يهود العراق ان يتركوا العراق والقدوم الى اسرائيل قامت المؤسسه الصهيونيه في تلك الفتره بوضع المتفجرات مم. داخل الكنيس يهودي، كنيس وكنيس كبير جدا في بغداد مم. لكي يرعبوا اليهود، واليهود فعلا بعد هذه العمليه والتي اتهم فيها العرب يعني مم. قدموا الى اسرائيل لكن تم كشف هذا الامر في وقت لاحق. طيب. عفوا جمله اخيره يعني يهود العراق من, من يعيشون في اسرائيل هناك لجنه مم. منظمه اليهود العراقيين في اسرائيل مم. اصدرت بيان رسمي قالت فيه نرفض ربط قضيتنا بالقضية الفلسطينية وأن تكون تعويضاتنا على حساب الشعب الفلسطيني واللجوء الفلسطيني، مم. احنا مطالبنا يجب أن تكون من دولة العراق من حكومة العراق وليس من السلطة الفلسطينية أو من الشعب الفلسطيني لأن الشعب الفلسطيني ما له علاقة فينا <applause> يعني يجب أن نطالب من الحكومة الإسرائيلية والحكومة العراقية بدفع تعويض لنا وإقامة لجنة تحقيق <applause> بالنسبة للعمليات الإرهابية ضد اليهود في العراق. طيب آه، تصريح أيضاً كان يعني مريب بعض الشيء البعض شكك في دقة ما يتحدث فيه الرجل الحديث عن هنري كاسنجر وزير الخارجية السابق للولايات المتحدة في عهد نيكسون. تحدث يقول اصم من لا يسمع طبول الحرب تحدث كالعاده يتحدث دائما عن السوبر باور القوه العظمى وان الولايات المتحده تخطط لوضع جيوسياسي اقتصادي جديد في منطقه الشرق الاوسط هذه المره الحديث عن ان النعش او المسمار الاخير في نعش هذا المخطط هو ايران كما يقول ويقول بأن الولايات المتحدة هي من سمحت للصين وروسيا بأن يشعروا بنوع من القوة المزيفة كما وصفها حتى تأتي الساعة وتأتي اللحظة التي يمحو في أو يتم محيهم فيها على رايو وقال أنه سيتم الاستيلاء على سبع دول في منطقة الشرق الاوسط بسبب مواردها، قيل له ذلك من أن الجيش سيقوم ذلك ويقول آه هذا على وشك إنجاز مهمته، نحن نعلم جميعا ما أعتقد به إزاء الجيش لكن علي القول أنه أطاع أوامره بشكل مفرط هذه المرة، لم يتبقى سوى مجرد الحجر الأخير اي ايران التي سوف تعدل كفه الميزان الى متى يمكن للصين وروسيا ان تقفا ساكنتين وتراقبا امريكا وهي تقوم بالتنظيف سوف يستيقظ الدب الروسي والمنجل الصيني من سباتهما وهذا هو الوقت الذي سيتعين فيه على اسرائيل ان تقاتل بكل ما اوتيت من قوه واسلحه لقتل اكبر عدد ممكن من العرب ما رايك فيما يقول يعني اولا هذا ليس بجديد على كيسنجر يعني <applause> كيسنجر كيسنجر هو وزير الخارجيه او الدبلوماسي الامريكي الكبير الذي قال خلال الحرب العراقيه الايرانيه <مم> ان هذه افضل حرب لامريكا واسرائيل <مم> لا يريدونها ان تتوقف ولا ان ينتصر احد على الاخر. يعني مم. نفس العقلية نفس التفكير هنا ولكن هو, هو يختلف هو يتحدث عن القوة المزيفة لروسيا والصين أعتقد أن يبدو أن الرجل هو من فوق التسعين عاما يعني 89 يعني صار يتخرفن شوي يعني مم. في حكي لما عندما يتحدث عن القوة المزيفة المزيفة لروسيا والصين روسيا أثبتت اليوم من خلال القضية السورية مم. أنه لا يمكن أن تقوم الولايات المتحدة ولا دول العالم كاملة بدون موافق أي اي شيء اذا ما لم تكن اذا لم توافق عليه روسيا او الصين، مم. يعني موقف روسيا والصين من القضيه السوريه اليوم هي اكبر اثبات ان ان هذه القوه ليست مزيفه، مم. ولولا وقوف هذا الموقف الدب الذي استفاق مؤخرا فعلا ولن يستفيق مستقبلا الروسي لكانت اليوم سوريا احتلت من قبل الناتو كما حدث في ليبيا وكما يمكن ان يحدث في دول العربيه اخرى م. اعتقد انه عندما يتحدث عن احتلال سبع دول يعني اذا كان الدول اللي طبعا النفطيه اذا كان مم. يقصد الدول الخليج الفارسي او العربي مم. فهي محتله من قبل الامريكيين يعني مم. ما في حاجه لحرب يعني لاحتلالها مم. يعني القواعد العسكريه الامريكيه موجوده في قطر والسعوديه والامارات كل الدول الخليج يعني هي عباره عن قاعده عسكريه كبيره مم. للولايات المتحده يعني انا اعتقد انه اذا كان يجهل هذا الامر ف فعلا انه بدا ي يتخرفن الزلم يعني وكعكي مش طبيعي يعني ثانيا بالنسبة لإيران طبعا الولايات المتحدة وإسرائيل يعني الخلاف ليس على كما قلنا على ضرب إيران أو منعها من الحصول على النووي وإنما التوقيت م. أعتقد أن إسرائيل ستحاول أن تعمل جاهدة من أجل ضرب إيران قبل انتهاء هذا العام في الوقت الذي امريكا او كما قال السفير الامريكي السابق لدى اسرائيل مارتن انديك ان الحرب على ايران ستعلن الحرب خلال 2013 يعني اعتقد ان المساله مساله وقت ولكن انا اعتقد ان ضرب ايران لن يكون بالسهل لان اذا ما واصلت روسيا موقفها الحالي من ضرب ايران او من ايران والصين كمان نفس الشيء يعني انا لا اعتقد ان الولايات المتحدة ستجر على اتخاذ أي إجراء إن كان عسكري أو سياسي أو بواسطة الأمم المتحدة دون الموافقة الروسية طيب هو يقول عن الموقف الاتحاد الأوروبي يقول لهذا السبب الحديث يعني يرفق بكلامه أنه لهذا السبب أنه الاتحاد الأوروبي في عجلة من أمره لتشكيل دولة عظمى لأنهم يعرفون ما هو آت فلكي تبقى على قيد الحياه سوف يتعين على اوروبا ان تكون دوله واحده متماسكه جميعا، ويخبرني الحاح الاوروبيين والكلام لكيسنجر على ذلك انهم يعرفون جيدا ان هذه المواجهه الكبيره مقبله، ويقول كم حلمت بهذه اللحظه الرائعه، يقول تحكم بالنفط ويمكنك التحكم بالدول، تحكم بالغذاء ويمكنك التحكم بالشعوب، السؤال الكتله العربيه اين من كل ذلك؟ يعني إذا كنتِ تقصدين الدول العربية طبعا يعني الدول العربية اليوم غير موجودة في هذه المعادلة، من سيدفع الثمن الأكثر يعني الأكبر في هذه الحرب في حال نشوبها ضد إيران هو العالم العربي وبالأساس دول الخليج العربي، م. لأن قصف إيران يعني الرد على على الولايات المتحدة ليس بقصف واشنطن ولا نيويورك وإنما بقصف قواعدها بالخليج قواعدها بالخليج ومصالحها في الخليج وابار النفط في الخليج لذلك اعتقد يعني ان كيسنجر اليوم هو سا... يمكن ان نشعر من خلال حديثه اذا كان ما, ما اقتبس فعلا 100% صحيح هو يدل على عمق التفكير الصهيوني المنحط السافل الذي لا يريد ان يبقى اي شيء في العالم م. لا تتحكم به اسرائيل والولايات المتحده يعني هذا توجه اعتقد انه يجب على كل زعيم عربي ان يقرا هذا الكلام ليعي جيدا ان الولايات المتحده وامريكا هي المسؤوله المباشره عن اي كارثه ستحل بالامه العربيه قريبا أو, او على المستوى القريب او في المستقبل لان كيسنجر هذا هو ممن وضع السياسه لا. الدبلوماسيه الامريكيه خاصه في الشرق الاوسط وفي اماكن اخرى في العالم وكلامه خطير جدا اعتقد م. ويريد ان يحتل ويبقي العرب او يعيد العرب الى لا الى الوراء إلي كي يعودوا للركوب علي ليس الخيل وانما الجمال والحمير وهو هذا ما يطمح اليه ويطمح ان تستولي اسرائيل وواشنطن علي النفط العربي وعلى الغذاء العربي وتبقي العرب جائعين هو لم طيب حملة التنظيف الذي يتحدث فيها كيسنجر بالمعنى المباشر للكلمه، هل تعتقد بانه ما جرى في الدول العربيه مؤخرا من سماه ربيع، من سماه خريف، من سماه حراك شعبي، من سماه ثوره، من سماه انتفاضه. هل يمكن ان يكون ضمن حمله هذا التنظيف الذي يتحدث فيه كيسنجر؟ يعني انا يعني لا اعتقد لا اعتقد ان هذه الحمله التنظيف التي يعنيها كيسنجر ان ننظف الانظمه العربيه اذا كان هذا يقصده يعني لا اعتقد مم. ذلك. اعتقد ان كيسنجر طيب. يريد ان ينظف العالم العربي من اي تفكير استقلالي او من اي تفكير ضد مم. امريكا او ضد اسرائيل ويريد ان ينظف العقول العربيه من ان يفكروا في يوم من الايام بمعاداه امريكا و إسرائيل طيب أم أخيرا أوسلو فما محاولة فشلت ولكن نبيل عمر في صحيفة القدس مقالة تحدث فيها عن التيارات التي يعني تنتقد أوسلو اليوم وتقريبا تجمع على ذلك بأنه هي كانت مرحلة ومرحلة انتهت فشلت بسبب عدم التزام إسرائيل فيها ويتحدث عن التيارات الثلاثة الطرف الأول يدافع عن أوسلو ويعدد مناقبها كمن يعدد مناقب الفقيد في حالة أقرب للتأكيد بين. الطرف الثاني يبرر الاتفاق في حينه ويدعو للتنصل منه بعد الفشل وغالبيه هذا الطرف من سكان اوسلو، الطرف الثالث يدين الاتفاق على طريقه الم نقل لكم وفي كل الاحوال في الاطراف الثلاثه يقول آآ آآ نبيل عمر ان آآ هو محاوله الجميع الافاده من اوسلو واستثمارها كل على طريقته، يعني حتى من ينتقدها ما هو عايش على اثرها او يستفيد منها سواء بشكل فصائلي او استفاد. فصائلي يعني. أو استفاد. الحديث من نبيل عمر يتحدث عن أنه يجب دراسة الأمر والخروج بحل للتحرر من أوسلو البعض يقول بأن التوجه المتحدة هو أحد هذه الحلول لأننا سنقلب الطاولة والموازين التي كانت على عهد أوسلو في صحيفة الأيام أيضا أو الأيام طلال عوكل يقول ظلم الأقربين أشد الاقربين اشد مضادة يقول اذا كان المستوى القياده القيادي في السلطه الفلسطينيه يركن او يراهن على انه على عدم وجود بديل للشارع الفلسطيني سواء القياده الفلسطينيه في او منظمه التحرير او يتحدث عن حركه حماس في قطاع غزه طلع العوكل يقول بانه احداث الربيع العربي لم تكن في جميعها البدائل موجوده وجاهزه وانه اذا خرجت الامور عن السيطره فلن تكون واعيه او مدركه او مرتبه امورها اصلا لحتى شو جاي فالامر مهم ارجو منك يعني يعني ان تضعنا في صوره ما تمر به السلطه الفلسطينيه من ناحيه بظلال اوسلو وغيرها وفي ظلال التحرك ايضا الأمم المتحده من ناحيه وفي ظلال ايضا الحراك الشارع وما سيؤثر ان ما استمر ان لم توجد حلول وانه ما في حلول اصلا يعني اذا كنا نتحدث عن غلاء اسعار وضريبه والى اخره وما بيد الحكومه من فعل ما رايك؟ يعني اعتقد ان ما كتبه الاستاذ نبيل عمر وكان في مكانه في صحيح 100% ويتحدث عن فشل اصله وما هو البديل يعني هو, هو يقول لنفكر جيدا في هذا الموضوع اعتقد ان اليوم التفكير هو القياده الفلسطينيه اليوم لا تستطيع ان تقوم باي عمل اي شيء سوى التوجه الى الامم المتحده. انا لا اعتقد انها ستطلب التصويت في هذه المرحله على الاقل قبل الانتخابات الامريكيه لكي لا يتم احراج الرئيس الاسود في البيت الابيض يعني آه، اوباما لذلك اعتقد ان هذا الامر هو مهم جدا التوجه الى الامم المتحده في هذه المرحله م. ولا اعتقد ان الولايات المتحده ستسمح لفلسطين بالحصول على عضويه كامله طبعا هي تهدد بالفيتو ولكن آه، آه، الاعتراف بدوله فلسطين ليس كعضو لربما لا يستطيع آه أن يعترض أن يعترض هذا الأمر وأعتقد أن هذا مهم في هذه المرحلة الاعتراف بدولة فلسطين كدولة حتى إن لم تكن عضوا في الأمم المتحدة في المجلس الأمن أو الأمم المتحدة هذا مهم لإدارة معركة قضائية ضد إسرائيل في هذه الحاله لا يمكن لاسرائيل ان تدعي ان الخلاف مع الفلسطينيين هو الخلاف على الارض وانما خلاف بين دول لذلك يمكن مقاضاه اسرائيل على المستوى الدولي ويمكن الحصول ان تحصل السلطه الفلسطينيه او القياده الفلسطينيه على ليس اعتراف فقط وانما على المساعدات القضائيه الدوليه من المحاكم الدوليه لإيقاف اسرائيل الى مرحله ما انا لا اعتقد ان اسرائيل تكترث كثيرا بقرارات المحاكم الدوليه او الامم المتحده حتى لانه صدرت مئات القرارات ضد اسرائيل في الامم المتحده ومجلس الامن ولا ينفذ منها شيء حتى يومنا هذا الا اقامه دوله اسرائيل يعني فقط صح. هذا طيب. يعني في 47 يعني قرار قرار التقسيم، طيب استاذي فيما يخص الشارع الفلسطيني انا دركني الوقت ولكن اريد فعلا يعني نقطه توضيح على مساله حراك الشارع الفلسطيني الذي قرف مساله الانقسام بين الضفه وقطاع بين الضفه وقطاع غزه من ناحيه وبين الجهد السياسي باتجاه اسرائيل وقله الـ الـ يعني المردود الانجازي ان صح التعبير الذي قد ينعكس على واقع الفلسطيني بالايام يعني بالحياه اليوميه او المعاشه هل من مخرج على هذا الصعيد ايضا؟ يعني في هذه المرحلة أنا لا أرى أن هناك مخرج بالنسبة لقضية المصالحة، الوضع سيبقى كما هو عليه ولربما يزداد سوءا خاصة بعد نجاح أو انتصار الإخوان في مصر، وأنا لا أعتقد أن قيادة حماس على استعداد وكنت أقول دائما حتى في هذا البرنامج أن حكومة حماس أن حماس عفوا ليس حكومة حماس لأن حماس قامت بانقلاب ولم تنتخب شرعيا يعني كحكومة في غزة، أعتقد أنها لن تسمح بالمصالحة ولكن إذا قام سكان غزة وفعلا شعروا بأن الربيع الغزاوي قد حان فأعتقد أنه يمكن عندها أن تتحول الأمور وأنت وأن تعترف حماس في في بفشلها وانها تت وانها ستتراجع عن موقفها طيب. وستعود الى المصالحه، بالنسبه للضفه الغربيه اعتقد ان الحراك الاقتصادي الذي حدث في في الاسبوع الماضي م. كان بسبب يعني وصلت الامور الى انفجار المواطنين في بسبب الغلاء م. ولكن السؤال الكبير هو من من المسؤول عن هذا الغداء هل هو سلام فياض طيب. أم إسرائيل والاحتلال الإسرائيلي نعم يعني هذه المسألة سنتحدث فيها أيضا غدا دائما للحديث بقية ولكن مسألة تصريحات الزهار تصريحات موسى أبو مرزوق زيارة مشعل إلى القاهرة سيكون عدوان الحلقة ليوم غد شكر جزيلا لك الأستاذ فايز عباس كاتب والمحلل السياسي على هذه الإطلالة في برنامج دارة الحدث شكرا شكرا لك, شكرا لك. مشاهدينا الكرام كما نقول ايضا مره اخرى للحديث بقيه يوم غد اراكم هذه تحياتي اميره حنانيه ومنطقم البرنامج دائما الف تحيه تفضلوا الى الزاويه الكاريكاتيريه التي نختارها دائما لكم من الصحف المحليه والعربيه دمتم بخير والى اللقاء